السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله بنصور فيديو جديد عند الحمام. ده طبعا علشان في ناس كتير قالت يوم شيماء انتوا ما عدتوش بتصوري حمام، فاحنا النهاردة يا جماعة قلت أطلع أعمل لكم فيديو حمام على أساس برضو في معلومات كويسة جدا بإذن الله تهمكم في قلب الفيديو دول. فإن شاء الله طبعا دي دخلة شتاء بقى علينا، وبإذن الله جايبين لكم مكون كويس جدا برضو هنعمله معاكم. فبرضه يا جماعه هقول لكم برضه على حاجه، انا جايبه لهم كده شويه علف. العلف ده انا عاملاه على ايديا، ده يعني علشان لو انت مثلا ما عندكيش علف او الكلفه بتاعتهم فرصت وكده، فانت تقدري ان انت تتصرفي برضه وتحطي لهم علف. من يعني ايه انت ممكن تعملي كده على ايدك؟ تمام. فان شاء الله هيبقى الفيديو بتاعنا فيديو كويس جدا برضه، هتستفادوا منه بمعلومات حلوه قوي، وان شاء الله في حاجات كتير هتفيدكم. نسمي الله ونحط قناتنا لايك للفيديو. عايزاكم توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات، واللي لسه بيشوف قناتنا يا ريت يعمل اشتراك للقناه وفعلوا الجرس ان شاء الله عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا النهارده. مبدئيا كده يا جماعه زي ما انتم يعني زي ما انتم عارفين داخل علينا الشتاء، كل سنه وانتم طيبين. فاحنا النهارده جايبين مكون كويس جدا هيحمي الحمام بتاعنا برده من الشتاء، فيروس هواء برد الحاجات دي كلها. الناس برضو اللي هي بتشتكي من القشره الرقيقه او البيضه، عندي القشره بتاعتها بتبقى رقيقه. اللي خلي بالكم ده حاجه مهمه جدا، وخدوا بالكم من معلومه كويسه جدا لازم كلنا نعرفها. كتير معظمنا دايما بيشتكي انا عندي الولده بتموت في قلب البيضه. ده يا جماعه لازم كلنا نعرف ان لما الولده بتموت في قلب البيضه ده بيبقى بسبب القشره الرقيقه. دي معلومه مهمه لازم كلنا نعرفها. طب احنا نعالج الموضوع ده ازاي في المكون اللي احنا جايبينه النهارده ده؟ المكون ده ان شاء الله بقى هيبقى اول حاجه ان هو بيقوي جهاز المناعه عند الحمام، بيخلي القشره بتاعت البيض قشره سميكه كويسه جدا، بيخلي الحمام عندك ينتج كتير، يعني بيخلي الحمام حتى لو هو قاطع ما شاء الله بيخلي الانتاج بتاعه كويس جدا. يعني هو من الاخر في حاجه كويسه جدا. في برضه بيخلي الحمام عندك، يعني انت ممكن تلاقي الحمام عندك الريش بتاعه ما بيلمعش، ريشه باهي، الريش بتاع الحمام تحس ان هو مقصف وقع الحاجات دي كلها. ده بيخلي الريش عند الحمام بتبقى الريش بتاعه سايح ومسترسل كده، وبيبقى ايه بيدي لمعه كويسه للحمام، بيخلي الحمام بمعنى اصح صحته حلوه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعلق اول الحمام بتاعنا كده بالعلف اللي احنا عاملينه، لان الحمام كده شكله جعان. بصوا بقى يا جماعه، يعني انا كنت عارفاه من النهارده اخر حاجه في العلفه بتاعتهم او في الكلفه بتاعتهم، فطبعا الشكاره خلصت. فاحنا هنعمل ايه؟ هنجوع الحمام ونسيبه جعان؟ طبعا ما ينفعش. طب احنا هنعمل ايه؟ عندنا شويه دش كده، عندنا شويه دش وشويه عيش مدشوشين، رحت انا حاطه عليهم شويه علف بادي. العلف البادي دوت ده كويس جدا جدا للزغاليل الصغيره. يعني انت عندك لو انت عندك في زغاليل او الحمام وراه زغاليل صغيره، حاولي ان انت تحط لهم ولو كبشه بس كده بسيطه على الكلفه بتاعتهم، وشوف الفرق بقى اللي بعد ما تعلفي الحمام بشويه العلف البادي دولت هيبقى الزغاليل عندك شكلها ايه. علشان كان في سؤال كان جالي فقال لي مشيماء انا عايزه حاجه وصفه كده تسمن الزغاليل. دي يا جماعه احسن حاجه هتسمن معاكي الزغاليل، ده عن تجربه يا جماعه. العلف البادي دوت ده عن تجربه، وعلشان انا مجرباه بقول لك اعمليه، اعمليه وانت مطمن. في ناس كتير هتقول ده هيليس الحمام ومش عارفه ايه، لا انا ما بقولكيش علفي ليل ونهار علف بادي، لا حط بس كبشه صغيره كده زي ما انا حاطه كده على الكلفه بتاعتهم اهي. ده بتخلي بسم الله ما شاء الله الزغاليل عندك عليها صدر كويس جدا، يعني بتخلي الزغاليل ما شاء الله يعني شايله لحم كويس قوي. حتى لو انت كده تبعتها ولا حاجه هتحس بالفرق، ودي احسن حاجه تسمم معاك الزغاليل. العيش المدشوش والعلف البادي، وعايزاكوا تجربيها، وان شاء الله لو جربتها فعلا هتدعيلي، ودي احسن وصفه تزود معاك الزغاليل. تمام. تعالوا بقى كده منالف الحمام الاول، وبعد كده ان شاء الله هقول لكم هنعمل له ايه. ده كده حطينا الكلفه اللي احنا عملناها على ايدينا الحمام زي ما انتم شايفين كده. لو انت عندك برده شويه حته رز ولا حاجه ممكن تحطيها، ده هتبقى كويسه قوي على الكلفه بتاعتك. وبرده لو انت عندك شويه الغله بتبقى كويسه جدا يا جماعه للحمام، حلو قوي، حط لهم على الكلفه بتاعتهم. حتى انتوا لو لاحظتم لو انتوا بتشتروا كلفه من بره ولا حاجه، هتبص تلاقي الكلفه اللي بتشتريها من بره دي فيها جميع انواع الحبوب، فيها عدس وفيها غله وفيها كل حاجه، فيها فول، فيها كل حاجه. انا بقول لك لو انت بتعمليها على ايديكي زودي شويه غله، زودي شويه عدس، عندك اي حاجه اعملها له، ده هتبقى حلو قوي. تعالوا بقى كده نشوف المكون اللي احنا ان شاء الله هنحطه النهارده اهو.
دي يا جماعه دي بتشتري على بعضها كده من الصيدليه، هي مش غاليه ولا حاجه، بس انا بصراحه مش عارفه يعني هي سعرها كام، بس هي يعتبر مش غاليه. ده يعتبر اقراص فواره بتاع فيتامين سي، دي بتبقى يعني كويسه جدا. هطلع كده منها واحده عشان اوريها لكم، اهو شايفين هي بتبقى بالشكل ده كده. طلع لكم قرص بس كده اهوت، شايفين ده يا جماعه قرص فواره، ده بتيجي من الصيدليه زي ما قلت لكم. ده فيها فيتامين سي وفيها كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها في بدايه الفيديو دوت. ده ما شاء الله كويسه جدا، ده بدل ما تروحي تشتري من عند البيتر علاج وفيتامين سي ومش عارفه ايه، لا ده يعني حلو قوي كمان لنزلات البرد، يعني بيحمي الطيور عندك من نزلات البرد بالذات. طبعا احنا داخل على فصل الشتاء زي ما انتم عارفين، وبيكتر فيه بقى البرد والمشاكل دي كلها. ده حلو قوي، دي لو انت حطيتها بس منها كده على كل سقايه، او كل حبايه كده على لتر ميه، ده هتبقى حلو قوي. اعملوها مره واحده بس كل اسبوع، بس دوم عليها كل اسبوع، اعملي الحمام مره واحده بس. يعني ده بص هتشوفي تلاقي فعلا في فرق تاني خالص للحمام عندك، يعني ده هيختلف تماما عن ما كان عندك الحمام في الاول. تعالوا كده نحط منه للحمام. ده كده اهوت، حتى لو انتوا لاحظتوا هتبص تلاقي اللي اهو يا جماعه بقى اقراص فواره، ده فيتامين سي، ده بيجي من الصيدليه. حاولوا ان انتوا على طول دايما تستعملوها للطيور عندك وبالذات للحمام، زي ما قلت لك كده بتزود القشره بتاعت الحمام، بتخلي قشره الحمام قشرتها سميكه. يعني احنا كلتنا ساعات بنشتكي القشره الرقيقه، الحاجات دي كلتها اعملي لهم. لو حبيتي حتى تعملي مره في اول اسبوع ومره في اخر اسبوع، ده هيبقى كويس جدا للحمام عندك. ده يعتبر انت بتحصني الحمام من البرد ومن العطس والرشح والحاجات دي كلها اللي دايما بتيجي للحمام. ده انا عملت لكم النهارده على اساس ان انا قلت لكم ده يمكن تجربه. انا عندي في الفتره الاخرانيه ديت حسيت ان الحمام عندي الزغاليل ضعيفه، حسيت ان هي ضعيفه كده، وتحس ان الزغاليل كده ما بتكبرش. فانا لما استعملت الحبوب ديت فعلا لقيتها جابت نتيجه كويسه جدا معايا الحمام. قلت طالما خلاص انا جربتها وجابت معايا نتيجه كويسه، اطلع برده اعمل لكم بقى فيديو على اساس ان انتوا كلكم تستفادوا من الفيديو بتاعنا دوت النهارده. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.